مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية عبر برنامج ظلال الأصيل، محطات جميلة ومتنوعة في هذا المساء. هذا اللقاء نقسمه على نصفين من الروعة، النصف الأول للفنون وصحافتها، والنصف الثاني للأدب ومبدعه. أهلا ومرحبا بكل الذين يتابعون ظلال الأصيل، نسعد بكم دائما. لكل محبي ومرتقبي هذا اللقاء، أهلا بكم مساء. سيرتك الكلام تبقى سيرتك الكلام تبقى صورتك الرؤى الحلوة البعيشة البعيشة صحوتي أو حتى في عز المنام تبقى سيرتك الكلام تبقى صورتك الرؤى الحلوة البعيشة البعيشة صحوتي أو حتى في عز المنام يبقى اسمك والغناء اسمك اسمك والغناء قل بخفف لي عذاب فضلنا
يخفف لي عذاب طبنا. شفت منك يا من الروح يا أنا وصف بصعب يا جميل بعدت عنك لما طال بين نوى تجلي أسيبك مستحيل تجلي أسيبك وصفة تنفع أو يمكن ألقى حاجة تشفع أو تخفف الجرح القديم.